روسيا تعمق تدخلها في لبنان مما قد يصب في مصلحة حزب الله، هذا ما أفادت به قناة كان الإسرائيلية. ونقلت عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها إن حزب الله لا يزال قادراً على العمل رغم الهجمات الواسعة التي ألحقت أضراراً جسيمة به، مشيرة إلى استمرار عمل قيادته العسكرية. وتشير قناة كان إلى أن هذا التدخل يعزز من التحالف بين روسيا وإيران، مما يقوي من شوكة وكلاء طهران في المنطقة مثل حزب الله والحوثيين. هذا التحالف يمثل تهديداً استراتيجياً لإسرائيل التي تواجه هجمات متزايدة من جبهات متعددة مدعومة من إيران. الهجمات ضد إسرائيل تتصاعد من مناطق متعددة بما في ذلك غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن وسوريا. وفقاً للتقرير تشمل هذه الهجمات إطلاق الصواريخ من حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى الهجمات بالطائرات المسيرة من العراق واليمن، مما يعكس استمرارية الحرب المدعومة من طهران. أيضاً تسعى إيران لتأجيج الصراع داخل إسرائيل من خلال تطرف المواطنين العرب الإسرائيليين، مما يضيف تعقيداً للوضع الأمني وفقاً لقناة كان.